مشاري عندك 161 ألف فولورز. قولي ما شاء الله. مشاري بكم شريتهم؟ يا ساتر، تبي المبلغ بالضبط بالكويتي ولا بالدولار؟ المبلغ بالضبط إيه. كم شريته وش كثر شريت؟ بالكويتي ولا بالدولار؟ بالدولار شريته؟ بالدولار. كم؟ الحين ما نخلص الحين عاد الاتهامات يعني ياخذونها يعني هذا احد الاتهامات اللي توجه اني شاري فولورز. اي هذا الكل يعني مو الكل، الاغلب يقول ان مشاري ابو يابس شرى الفولورز. انا بس صحيح هذا الكلام؟ لا ابدا ما هو صحيح، وانا عشان يعني اكد لك الموضوع. اي بس عفوا مشاري يعني هم يشككون من باب ان انت مثلا ما كنت شخصيه مثلا مشهوره من قبل، يعني رهف مثلا يعني كاتبه كان عندها مدونه كانت، انت من الناس اللي اشتهرتوا من تويتر. صحيح. فشلون يعني وصل هالعدد؟ يعني انا بدايتي ترى يمكن اول شهرين ثلاثة اشهر العدد اللي عندي كان يمكن 150 او 200 فولور، ولكن مع تسارع الاحداث تطور الاحداث وصارت لاكثر من حادثه، من حادثه امن الدوله. نعم. وتتابعت الاحداث الى اخره وصلنا، ولكن اكد لك اني مشاري حتى فولور ولا ادري شلون يشترون فولور. ولا تحلف؟ اي والله العظيم.